اكتر بالموضوع عن ليالي ملاح شهدتيها وشفتيها، كان في الكثير من المجون والكثير من العلاقات يعني فحشاء ومنكر الى ما هنالك. عطول في عامل الجنس بمذكراتك دائما، وكأنه هو الجاذب مغناطيس لما بتروي مذكراتك دائما. في هل هو الطعم، يعني لما تتكلمي عن جنس، يعني الطعم الوحيد هو للتجنيد؟ يعني في حال بيحطوا كاميرات مراقبة عشان بتقولي الكنترول يسيطروا، هل بيسيطروا من وراء ما بيصوروا مع شخصيات أو نساء أو سياسيين هن وبوضع مخل بالأدب؟ أيوة شفت أنت أيوة. وين كانوا يحطوا الكاميرات؟ مستخبية ما بتبانش، ما بتبانش كاميرات، ما بتبانش. وصفت الشريف هو اللي كان بيصور. انت عارف ان صفوت الشريف خد النساء بتاعت بلدنا وباعهم بره، وخد عمله صعبه، وفي المحكمه بتاعت الثوره قعدوا يتناقشوا، يقول لك صلاح ناصر قال له انا ما قلتش يبيع النسوان بره، هو اللي باعها وخد فلوسها واتسجن عشان كده صفوت الشريف، وطلع من السجن بقى وزير. ايه ده ايه ده، انت بتكلمني بتقول لي ايه؟ مدام اعتماد في شخصيات معروفه اتجندت اتجندت وكل حاجه، وانا ما اقدرش اقول اساميهم، وسيطر على وزراء وعلى حكام وعلى ناس كتير قوي، وانا ما اقدرش اقول عليهم. صفوت الشريف وهم عارفين ان هو سيطر عليهم، يعني بانت الحكايه اليومين دول كده، الجرايد بتكتب كلام عشان كده خايفين من صفوت الشريف. في كان وزراء من بيناتهم؟ اه كان في اهم من وزراء شخصيات كبيره قوي. مثل ما اعرف اهم شخصيه مين؟ يعني شخصيات كبيرة، أهم شخصية حسني مبارك كان هو مسيطر عليه. كيف يعني؟ كان تحت الكنترول. أيوة يعني حطت له كاميرات؟ كان تحت الكنترول مسيطر عليه وخلاص. حسني مبارك كان صفوت الشريف كان مسيطر عليه لحسني مبارك. على حسني مبارك يعني عنده أشرطة؟ وهو طبعا، ما هو كمان أمال هو حسني مبارك خايف ليه من صفوت الشريف؟ بس هيدا كلام كتير كبير اعتماد خورشيد عم بتقوليه، يعني للتاريخ هيدا الكلام. كلام كبير، يعني فيما لو طلع حسني مبارك من السجن او صفوت الشريف وكذبوا، يعني وين الاشرطه؟ قالوا لك انه انت كيف؟ الاشرطه يا حد يا نشان حيخلي اشرطه برضه. يعني هو صفوت الشريف لما مسكوه دخل السجن في ساعتها، ولا قعد يجي 10 ايام بره هرب كل حاجه؟ انت اذا اليوم طلع صفوت شريف من السجن شو بيصير فيكي؟ انا ما كان هيقتلني، وبلغت البوليس وجري ورايا البوليس. لما رحت محطه او تي في لاسمها ايه عشان اسجل، قلت عليه قواد في نفس المحطه. ما نستعمل هالكلمات كتير كمان لانه على الهوا، بس انت مصره. قولي لي اذا طلع صفوت شريف على الهوا. على الهوا هو ده. انا بقول الحقيقه، عايزين يموتوني يموتوني. طب انت عايز حاجه؟ في حاجه مهمه لاخوان المسلمين. صلاح نصر كان يقول لي خش الجامع طلعي لي كام واحد منهم، عشان دولت عايزين يقتلوا عبد الناصر، وعذبهم. وطلعت قناه في مصر قالت الحكايه دي، قالت اعتماد خورشيد شاهد على سيد قطب وعلى الغزالي وعارفه كل حاجه. يا ما عذب الاخوان المسلمين. مين الغزالي؟ اسمها ايه الغزالي؟ زينب. زينب الغزالي كانوا سجنوها عشان مش راضيه تبقى وزيره الشؤون الاجتماعيه، دخلوها السجن، علقوها وبقوا يضربوها. ها انا شاهد على سيد قطب، وانا شاهد على سيد قطب انهم عذبوه قتلوه شنو.